هاد الوقفة درناه على السائقين اللي خطافة بدون رخصة، خدامين في السونتر فيل بدون رخصة، كيديروا لي لين كتار وسوابق، كلهم سوابق، يعني كتهضر مع الواحد ما منتظر منه شي حاجة، ما سيف، هادشي اللي كنشوفو في هادشي اللي كاين دابا في المجتمع ديالنا اللي كنعيشوه يوميا. هادي هي الوقفة على الخطافة. الخطافه كيمشيو للبليصات بحال مثلا الناس ديال سفوح الجبال، الدوابر المجاوره لاكادير اللي نورمالمون نتوما كسائقين مهنيين كتوصلوهم، ولكن ما كتبغوش توصلوا الناس، او الناس كيقولوا انكم ما كتبغوش توصلوا ليهم، توصلوا لهوك البلايص، داكشي علاش كيلتجؤوا للخطافه؟ اييه من حق الناس كل واحد كيتمشي على جيبو، من الخطاف يدير 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 من ديك المنطقه على سبيل المثال اي توكت يضرب الترومبو ويحط الناس تما كيدخل المجال ديالنا، تما حنا ماشي بقاو يجزون هما من اي توكت حتى للسوق ويرجعوا ثاني من السوق حتى لاي توكت. هذا مجال ديال الطاكسي هذا. قالك نتوما اي توكت ما كطلعوش ليها دوار اي توكت؟ طلعوا ليها، لا نطلعوا ليها، ماشي ما كنطلعوش ليها، كنطلعوا ليها، مي كطلع ليها ما كتجيب حتى واحد، كتدخل يعني الواحد ماشي غيحطك في شونطي غيدخلك شي دروبه، دروبه انت تما ديجا الطاكسي ما غاديش ندخل، ما يمكنش ليا ديجا نخاف انا على راسي ندخل تما، علاش ندخل؟ الخطافه كيستغلوا هذه النقطه هذه باش يهزوا الناس من اي توكت كيجيبوهم حتى للسوق، وبعض الخطرات السوق بنسرقاو يعني كيتوسعوا، ماشي بقاو في بحال الناس الخطافه ديال انزا هما الاولى كيجيو حتى لمرسى. معكم محمد سكينة، سائق مهني سيارة أجرة الصيف الثاني. اليوم درنا هذه الوقفة هذه كنشدوا من خلالها السلطات الله يجازيهم بخير يشوفوا من حال السائق المهني. صراحة ديجا درنا بزاف ديال الوقفات احتجاجية ضد النقل السري، ولكن هذه الظاهرة تفشت بزاف. اليوم ولاو كيهددوا السائق المهني، كيحتلوا المحطات ديالنا اللي كنشتغلوا فيها وكنهزوا فيها الناس، وحنا الحمد لله قطاع مقنن فهمتيني واحترمين الامور ديالنا والبوانتاج ديالنا معروفين. اليوم تيجي السائق المهني كيكتحت حينا المحطه ديالنا، ملي كنجيو نهضروا معاه كيهددنا السلاح الابيض السبان قدام الناس قدام الكليان، هذا الشيء زعما يعني واحد الظاهره اللي خطيره. نتمناو من سلطه الوصيه باش تشوف من حال السائق المهني والقطاع ككل. كيكاح رشيد مهني كنشتغل بسياره الاجره الصغيره، كوني انا كننتمي للجمعيه وكنحارب مع الناس ديال الجمعيه ولا المناضلين، كنحاربوا هذه الظاهره ديال النقل السري لمده ديال تقريبا من رمضان اللي فات، يعني تقريبا تقربنا على السنه وحنا كنحاربوهم يعني كنوجدوا السيارات الاجره في المناطق ديال سفوح الجبال، كنوفروا لهم الطاكسي تما من 6 الصباح حتى لاخر الليل حتى ما يبقاوش الكليان. قبل كانوا هذوك المناطق عشوائيه كانوا كيشتغلوا فيهم النقل السري، يعني تستولوا عليها من بعد ما كانت الاناره وكان الطريق وكان كل شيء، وداخل اصلا هي داخل المجال الحضاري مع التنسيق مع السلطه المحليه، انتقلنا لتما ولينا درنا واحد الثمن رمزي باش كنهزوا السكينه من تما ب 5 دراهم للسوق الحد، كناخذوا ثلاثه الناس ب 5 دراهم الواحد، وطحنا في واحد المشكل اللي هو اصطدمنا مع اصحاب النقل السري اللي ما عجبهمش الحال ولاو كيطاردونا، ولينا حنا كنبلغوا بهم وعندنا عده شكايات ولا بالنسبه للجمعيه ولا بالنسبه لينا حنا كاشخاص. وانا كنهضر على راسي، انا تقريبا عندي شي 10 شكايات ضدهم وكيطاردوني بكوني انا اللي كاين في الواجهه، كيطاردوني لدرجه انهم ولاو كيديروا لي شي مكايد، يعني داروا لي مصياده المره الاولى والثانيه والثالثه، واخر وحده هذا الاسبوع اللي فات وهي واحد السيد تشد مره وجوج وثلاثه واربعه، هذا الاخر كان كي عنده شي مشكل في السياره ديالو، عنده المشكله في السياره ديالو، طاح عليه الكريك باش كيهز السياره ديالو يغير العجله ديالو، طاحت ليه على الصبع ديالو، ومن بعد استغلها كفرصه باش يتهمني بلي انا اللي تعرضت ليه وقطعت ليه الصبع ديالو، بان انا في ذاك الوقت اللي قال هو الثمانيه وقع عليه المشكل انا كاين مع الدراري الاصدقاء ديالي اللي كنا في على مستوى العراق وكنا كنتقهواو، يعني من الساعه تقريبا شي 7:30 حتى الاخر واحد
يعني هذاك لا علاقه لي بهذاك المشكل اللي وقع للسيد هذا، غير السيد كيتهمني باطل وصافي. وهذيك 48 ساعه انا راه ما نسامحش فيها، وبهذا من هذا المنبر كنقول لكم انا راه كنبغي الحمايه، يعني راه حنا كنتعرضوا لبزاف ديال المضايقات وتنتهدوا في حياتنا في السال. راه انا ديجا جاو لي لداري، جاو لي مسيوفه، جاو لي طاردوني في الشارع بعده سيارات عصابات كيطاردوني في الشارع، وعندي هذا الشيء كنقول راه عندي فيه شكايات. يعني راه اخر شكايه عندي راه ضد هذا السيد نيت اللي دارتها الجمعيه اللي دارتها ضده، لانه هو قال راه انا غادي ندير للسيد غنتعرض ليه غندير ليه شي حاجه لولاده ولا هو ولا وفعلا راه هو تمكن باش يقدر يطيح عليه الرويضه ويتابعني بهذاك المشكل بلي انا اللي السبب ديالو. لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس ليصلك جديد ريمال تيفي.